هلو هلو، النهاردة عايزة أتكلم عن السكين كير روتين للمبتدئين. أنا واحدة من الناس كان دايماً بيطلع لي حبوب وحب شباب وكنت متدمرة، وطبعاً في سن المراهقة بيطلع لنا حبوب كتير جداً، يعني من سن الـ17 والـ15 والـ16 لحد ما توصلي كمان لأولى جامعة، بيطلع لك حبوب وبيطلع لك حاجات كتير قوي في الوش وبذور سودا وحاجات كتير جدا كده، ما بتبقيش طايقة نفسك. انا زمان كان دايما بتطلع لي الحاجات دي وما كنتش بعرف اعالج نفسي ازاي. ما كانش فيه طبعا منتجات زي دلوقتي كويسة ومنتجات موثوق فيها اني اقدر احطها على بشرتي، بس دلوقتي في منتجات حلوة جدا وسعرها حلو، اي حد يقدر يستعملها للناس اللي ما بتعملش خالص روتين لبشرتها، للمبتدئين اللي هم بقى في سن المراهقة والحاجات دي. المنتجات اللي انا هقول عليها النهاردة منتجات حلوة جدا، ممكن تلاقي حاجات سعرها غالي شوية بس تمنها فيها. اول حاجة مش عايز اطول عليكم، فاول حاجة هتكلم فيها هي الغسول. الغسول اللي انا بستعمله هو من ناتروجينا، بستعمل 2 غسول، ده غسول وده غسول. ده غسول مع قناع، يعني ممكن يتعمل كمان ماسك، وممكن يعني زي سكراب كده ممكن تحطيه على وشك، وممكن غسول. ده غسول بس انا بحب جدا، اللي بستعمله اكتر حاجة هو ده، بستعمله دايما وبستعمله في الميك اب وبستعمله من غير حتى اي حاجة. الغسول لازم تستعمليه مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل. ده ريحته بالنعناع شوية، بس فعلا اول لما برضو بتحطيه على بشرتك بتحس ان بشرتك فريش وحلوة. انا اللي لما بستعمل مع ده او لما بستعمل مع اي غسول، انا بحب استعمل الجهاز ده من فور يو، فعلا 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 حلو جدا، بحبه قوي وفعلا بينظف بشرتي، وبحس ان بشرتي بعد كده بحس ان فيها نضارة وفيها نظافة بعد ما بستعمله مع اي غسول من الاتنين دول. فاول حاجة لازم تجيبوها ويكون عندكو هو الغسول، حتى لو بلاش ده ممكن تجيبوا ده اهم حاجة، لازم تجيبوا غسول للبشرة. الغسول بينظف بشرتك من اي حاجة، وفعلا فعلا فعلا غسول ناتروجينا حلو جدا. انا استعملت كذا غسول وكذا نوع غسول مش حلو، في ناتروجينا وفي لاروش، في حاجات كتير جدا حلوة، بس اللي انا بستعمله من ناتروجينا مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل. ماشي، نيجي على المرحلة التانية اللي بعد الغسول. طبعا 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 لازم ترطبي بشرتك. انا عامة برطب بشرتي بحاجتين، اول حاجة برضو المرطب بتاع نتروجينا حلو جدا وجميل قوي، ومش تحسي مكلكع او تحسي في زيت او كده، لا مجرد ترطيب عادي، ومش بتحطي كمية، هي بتحطي بس مجرد نقطة هنا وهنا بس، يعني مجرد بس ما وشك يتشرب، ما تحطيش بكميات. تاني حاجة بقى او تالت حاجة اللي عايزة اتكلم فيها هو بعد ما بتعملي الغسول اللي هو من ناتروجينا، لازم اهم حاجة الروز ووتر لازم اهم حاجة تستخدموها، اي حد لازم يستخدمها كبير صغير. الروز ووتر حلوة جدا، انا عامة بستخدمها دايما قبل ما انام وبعد الميك اب وقبل الميك اب، بحبه جدا وبيقفل المسام وفعلا بيخلي بشرتك حلوة جدا. بعد الغسول بتجيبي نقطة وتحطي عليها الروز ووتر، ومجرد بتعملي وشك كله بالروز ووتر. بعد كده لما يبقى عندك حبوب اوعوا 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 يبقى عندك حباية وبعد كده تمسكيها او تبقي تلعبي فيها او حاجة وتنقلي لوشك تاني، نيفر، اوعى حد يعمل الموضوع ده، علشان فعلا الموضوع ده بينقل البكتيريا وفعلا وشك بعد كده هيتملي حبوب ومش هيتعالج. اول لما تلاقي حباية، الحاجة الوحيدة اللي تعمليها هو فيوسيدين يا جماعة في الصيدلية، وفعلا رخيص جدا وما فيهوش اي حاجة، وممكن كمان تستعمله فيوسي كورد او باسيانول، فعلا حلو قوي ومش مكلف،
يعني بحاجة وبعشرة جنيه او بخمستاشر جنيه مش فاكرة للأسف سعره، وفعلا حاجة رخيصة جدا بس فعلا بتعمل مفعول. افضلي حطيه لما تلاقي حباية، حطيه على الحباية اللي عندك وافضلي كرري الموضوع لحد الحباية ما تروح خالص. لكن اوعوا تلعبوا في الحبوب اللي في وشكوا، فعلا هتدمركوا وهتدمر وشكوا، وهتعلم بعد كده وهيبقى منظرك وحش نهائي. تاني حاجة بعد كده او رابع حاجة عايزة اتكلم فيها هو اللي يا جماعة ال سون كريم. لازم 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 تحطوا السون كريم يا جماعة وانتوا نازلين. الناس اللي بتروح الشغل، الناس اللي بتروح الجامعة، الناس اللي بتروح المدارس، الناس اللي كانت بتروح دروس او اي حاجة، لازم تستخدموا يا جماعة السون كريم. فعلا يا جماعة حلوة قوي، والنوع ده حلو جدا. ممكن كمان تستعمله بتاع جونسون، جونسون برضو حلو جدا، بس انا بصراحة برجح ده حلو جدا، وده غالي شوية يعني، ده كان بميتين بس، ده غالي شوية بس فعلا حلو قوي. لازم تحطوا يا جماعة السون كريم قبل ما تنزلوا علشان وشكوا ما يتحرقش. السون كريم ده للصغير وللكبير لازم تحطوه، فعلا 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 الناس اللي ما بتحط سون كريم بشرتكو هتسود، وبشرتكو هتتملي حبوب، وبشرتكو هتبقى دهنية زيادة. فعلا الموضوع هيبقى متدمر خالص من عندكو. فانصحكم ان انتوا تجيبوا سون كريم والغسول والروز ووتر والحاجات دي. الروز ووتر انا بتاعتي كنت جايباها من نيفرتاري، سعرها يعني دي كلها كانت بعشرين جنيه، فسعرها حلو جدا. اخر حاجة عايزة اتكلم فيها هي الاي كريم. الاي كريم اللي انا بستخدمه، الاي كريم ده ممكن اي حد يستخدمه صغير او كبير، يعني من سن السبعتاشر سنة. حلو. الاي كريم انا بستخدمه من لوريال. انا ده كنت اول مرة استعمله ولسه كنت جايباه، بس بصراحة حسيت فرق حلو جدا. تحطوه كده على تحت، ولازم يا جماعة ما تدعكوش كده، لازم تطبطبوا، يعني الطبطبة دي في اي حاجة حتى وانتوا بتحطوا المرطب لازم، يعني مش طلياتي، لازم تطبطبوا كده على وشكوا. الاي كريم حلو جدا. ده انا كنت جايباه من جوميا بمية وخمسين جنيه. سعره حلو جدا وفعلا الافكت بتاعه احلى. لازم تجيبوه. في انواع كتير جدا ممكن تستخدموها، ولو عايزيني انزلها لكم هنزلها لكم. بس اللي انا بتكلم فيه او اللي انا استعملته واللي جربته هو من لوريال، وفعلا حاجات لوريال حلوة جدا. انصحكم ان انتوا تجيبوه. الحاجات اللي انا قلتها في السكين كير روتين للمبتدئين حاجات صغيرة، وهنزلها لكم تاني لو انتوا عايزينها. يا رب اكون قدرت اديكوا نصايح، وقدرت اديكوا فعلا حاجات انا بقدر يعني بحاول ان انا بستعملها، وقدرت فعلا اديكوا معلومات كويسة. انا ما كانش في حد بيقدر يديني معلومات، علشان ما كانش في منتجات فعلا حلوة زي دلوقتي اقدر استعملها. فانا قررت ان انا لازم اطلع واقول لكم على المنتجات دي، وفعلا منتجات هتفيدكم كتير جدا وهتفيد بشرتكم. ولازم تكونوا مهتمين جدا بالبشرة بتاعتكم. البشرة دي يعني فعلا هي اللي هتخلي وشكم فعلا شكله حلو. يا رب اكون اديتكم فعلا معلومات تهمكم ومعلومات مفيدة ليكم. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وفولو على انستجرام، واستنوا الفيديو بتاعي الجاي ان شاء الله. باي باي.